إنه أهم ما يميز الدولة المصرية عن غيرها من الدول المجاورة هو وجود جيش مصري. لا أتحدث عن القوة، ولكن أتحدث عن جيش متجانس لا طائفية فيه، الجيش غير مرتزقة، جيش من أبناء مصر من المصريين الوطنيين. فأيضا هذا يؤخذ في الاعتبار عند الحديث عن الجيوش والقدرات العسكرية. بالطبع، يعني هي مفهوم الوطني، الدولة الوطنية تشمل المؤسسات الوطنية، تشمل تأكيد المواطنين، المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الاختلافات سواء سياسية أو اختلافات ربما يعني دينية أو يعني أيا كان. فكرة المواطنة الكل، مصر تجمع الجميع في مواطنة ودولة واحدة. المواطنة أيضا على الجيش المصري، وجيش وطني بمعنى جيش معبر عن الدولة المصرية، لا يعبر عن فئة أو طائفة أو سياسة معينة. رأينا طبعا الجيوش في بعض الدول هي جيوش طائفية، ولذلك حدث انشقاقات وحدث هذا التطاحن. يعني ده يبعث على الطمأنينة أيضا بالنسبة للشعب المصري. بالطبع يعني المواطن المصري اليوم هو بينزل الانتخابات ولديه شعور بالأمان. صح. هو أدرك حجم يعني ما بديل، يعني فكرة أن تكون فكرة غياب الأمن والأمان. هذه نقطة مهمة جدا، يعني أن يعني يمكن في شخص في لحظة أن يفقد حياته ويفقد أسرته بسبب هذا الصراع وهذا القتال. رأينا هذه المشاهد الدموية عندما يخرج اليوم المواطن وأسرته وأطفاله ويشارك بهذا الأمر وهذا الاحتفالية، هي مظاهر معبرة ومفرحة بتعكس لأي حد هذه فكرة الحضارة المصرية. يعني مصر ذات تاريخ حضاري، وهذا المشهد بيليق بتاريخ ومستقبل الدولة المصرية. طيب خليني أرجع تاني كمان للمشهد الانتخابي، وحضرتك خبير في العلاقات الدولية، وإحنا كعاملين في مجال الإعلام بنتابع الانتخابات حول العالم، انتخابات دول مختلفة. ليس هناك اهتمام إعلامي كثيف بكل الانتخابات في كل دول العالم، بعض الدول بتكون محط أنظار العالم ومن ضمنها مصر. كيف ترى هذه النقطة؟ طبعا هي الانتخابات المصريه هي محل اهتمام من كل دول العالم، الاعلام الاجنبي والدول الاخرى، لان يعني في وسط هذه البيئه يعني مسمى البيئه الهشه، غياب اللا دوله او غياب الدوله وحاله يعني هذا يعني هذه يعني السيوله، يعني نحن نرى ان منطقه الشرق الاوسط هي منطقه مفككه. في وسط هذا تقف الدوله المصريه بصلابتها وقدرتها، سواء قدرتها في تنظيم هذه الانتخابات، سواء في قدرتها على تنظيم انتخابات بالشكل الامثل، سواء فيما يتعلق بالحياديه او التعدديه او التنافس او النزاهه او الاشراف القضائي او كل المقومات. حقيقه لم نسمع شكوى واحده فيما هذا الامر، وبالتالي مستقبل او مخرجات هذه الانتخابات ستمثل لها انعكاسات سواء على الداخل المصري او على الخارج، لان هي استكمال للسياسه الخارجيه المصريه. يعني هي هذا بتضفي في قوه الدوله المصريه، القوه السياسيه، لان قواتك الخارجيه مرتبطه بقواتك الداخليه، مرتبطة بتوحيد الجبهة الداخلية. هناك شعور وعي بحجم المخاطر والتحديات، الكل كان يراهن على أن العاصفة ستطال الجميع وصدمة، لكن مصر بصلابتها بمؤسساتها القوية، الجيش المصري وكل المؤسسات استطاعت أن تصمد في هذه العاطفة، ولذلك هناك رذل الترقب. رأينا يعني انتخابات في كثير من دول العالم لا تحظى بهذا الاهتمام، لأن يعني أصبحت هناك ما يسمى يعني انتخابات فيها أبعاد يمين متطرف مثلا في أوروبا، يعني أبعاد حتى خرجت عن سياق مفهوم الانتخابات. الآن يستخدمون ورقة المهاجرين للمزايدة لكسب الانتخابات، يعني يستخدمون حتى التعامل مع المهاجرين والأقليات الدينية. يعني هذا النموذج خرج، والغرب كان يقدم نموذج أنه النموذج الديمقراطي، أنه النموذج الحضاري، فكرة الديمقراطية التمثيلية، وبالتالي في مقابل أن هذا الغرب تراجع وانتكس إلى الوراء، الآن نرى أحزاب اليمين المتطرف هي تلعب على ماذا؟ تلعب على الإمعان في طرد والتمييز ضد حتى مواطنين هذه الدول من الأقليات الدينية والعرقية، ورأينا هذا في دول كثيرة، وبالتالي التجربة الديمقراطية العالمية هي في انتكاس. رأينا في أمريكا حتى هناك المال السياسي، يعني على سبيل المثال أكثر من 15 مليار دولار تنفق في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي الفكرة التي كانت تؤكد لها مصر أن الديمقراطية هي خيار مصر، هي اختيار مصر، بتتناسب مع التاريخ المصري وفق الخصوصيه المصريه. فكره ان لا يمكن فرض نموذج على العالم، كان يحاول فرض نموذج وحاولوا فرض هذا النموذج، لكنه تبين انه كان في ظاهره الرحمه، لكن كان هدفه فكره التفتيت والتدخل وتفتيت هذه الدول تحت فكره الديمقراطيه والاصلاح السياسي. والغرب انكشف، راينا في الازمات، ازمه غزه، راينا الاعلام الغربي الازدواجيه ويتعامل عن ما يحدث تجاه الفلسطينيين، راينا يعني الغرب يفشل ولم ينجح احد في اختبار غزه سواء في الجانب الانساني او في الجانب السياسي. امس امريكا استخدمت الفيتو في مجلس الامن، وبالتالي في وسط هذا هنا تنبع فكره المسؤوليه المصريه. يعني عندما قامت القرار للسلام
مصر مهد الطريق للإنسانية فيما يتعلق بالبعد الإنسان، كان حريص على إدخال المساعدات الإنسانية، الالتزام بالقانون الدولي، الفكرة المسؤولية، مصر كدولة مسؤولة، مؤسسة الأمم المتحدة، الالتزام بحل الصراعات بالطرق السلمية، رفض استخدام القوة في العلاقات الدولية، مفهوم التعاون، وبالتالي هنا مصر القوية، مصر الصلبة التي استعادت عافيتها السياسية والاقتصادية في خلال السنوات الماضية استطاعت أن تكون لاعب مؤثر سواء على النظام الإقليمي أو النظام الدولي.